نرجع مع حضراتكم تاني نستقبل اتنين محللين رياضيين. نبدأ بطبعا أستاذ أحمد عباس. نورنا يا أحمد. أهلا بيك وأهلا بالسادة مشاهدي قناة الزمالك، وسعيد إن أنا معاك النهاردة في قناة الزمالك. نورنا. وكمان محلل رياضي أستاذ كريم محمد. كابتن أبو العيلة تحت طبعا ليك وجمهور الزمالك والأحمد طبعا. منورينا شباب. النهاردة بقى عايزين نتكلم عن ماتش بزوايا تانية مختلفة. يمكن الحقيقة الفترة اللي فاتت ثلاث ماتشات جمهور الزمالك متضايق. تمام. واتجاه يقول لك كارتيرون ومش عارف إيه، أنا مش عايز أنساق ورا الحاجة اللي ممكن تكون مفتعلة أو حد صانعها بإيده. فهناخد يعني من وجهة نظر كده أحمد، تقول لي تحليلك أنت بشكل عام للثلاث ماتشات وموقف الفريق من ناحية الأداء، لأن برضو الأداء ممكن يديني مؤشرات. طيب وبعد كده نتكلم عن ماتش النهارده. مبدئيا قبل ما نتكلم عن أي حاجة، إحنا في المقام الأول بندعم الفريق، بندعم المدير الفني، بندعم نادي الزمالك، لأن في النهاية هو ده السكواد اللي عندنا وده المدير الفني اللي عندنا. فأي حديث عن أي بعض الأخطاء أو الديفوهات ده للإصلاح. تمام. إحنا بنقول الكلام ده وبنبرز الكلام ده للإصلاح. هخكوا بس ونبعد شوية عن قصة الفنيات ونقول إن النتيجة بتاعت النهاردة دي أنا كنت متوقعها بعد مباراة سموحة. ليه؟ بعد التعادل مع بترو أتلتيكو هنا في ملعبك في افتتاحية مباريات دوري المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، ثقتك أنت اتهزت في نفسك. كنت محتاج بشكل كنت كبير قوي كمان. كنت محتاج بشكل كبير قوي إنك تستعيد الثقة. كلنا لعبنا كرة وعارفين إن المكسب بيجيب مكسب. النهاردة أنا تعادلت مع بترو أتلتيكو هنا، كنت محتاج بشكل كبير قوي إن أنا أحقق مكسب يعيد الثقة للعيبة الزمالك في نفسهم. ولكن كلنا فوجئنا بإن التشكيل مختلف، بإن العناصر الأساسية كلها تقريبا احتياطي، وبنلعب بسكواد مخالف تماما للمفروض نلعب بيه في مباراة سموحة. قد يكون كارتيرون حسبها غلط، قد يكون هو الراجل شايف إن هو بيريح اللعيبة دي لوقت أقدر أدفع بيهم في المباراة في الوقت اللي المعدل البدني بتاع لعيبة سموحة يكون استهلك، فأنا أقدر أخطف ده. ويمكن قبل تغيير بن شرقي كلنا شفنا الكرة اللي جت في العارضة بتاعة سيسيو، قبلها كرة شيكابالا اللي صلعها لهاني سليمان، فالظروف ما ساعدتش. الحسبة أوقات المدير الفني بيحسب حسبة وتطلع عكس توقعه تمام. وبعد الهزيمة من سموحة المعنويات قلت، ثقة اللعيبة في نفسها اتهزت. جينا المباراة النهاردة كلنا مع إعلان التشكيل فوجئنا بأسامي غريبة، يعني فوجئنا إن عبد الغني موجود والونش موجود ومحمود علاء. كل الناس قعدت تتساءل هل عبد الغني هيلعب ديفندر تاني مع امام عاشور، هل هيلعب بثلاثه، هل هل هل. مع بدايه المباراه كلنا شفنا الطريقه بيلعب بيها كارتيرون. الحقيقه انا خلال المباراه شفت ثلاث اربع طرق، بدايه من 3 4 3 5 3 2 1. وان كنت ارى ان المدير الفني بتاع نادي الزمالك ما شافش فرقه سجراده دي، لان مستحيل فرقه زي فرقه سجراده دي العبها بثلاثه مدافعين. لا دي النهارده انا بلعب بثلاثه مدافعين قدام فرقه بتعمل ضغط عالي، بيلعبوا بعدد كبير في الثلث الهجومي، في طرق صنع لعب في الثلث الهجومي بتاعهم كبيره، فانا النهارده بقفل لهم الحته دي. ولكن النهارده عشان ابدا بثلاث لعيبه في النواحي الدفاعيه، الطبيعي وبالتبعيه ان انا بعمل دي عشان اطير الاثنين الباكات. تمام. النهارده خلال الشوط الاولاني ما شفناش كوره واحده سواء من المسلوسي او من فتوح في الثلث الهجومي بتاع نادي الزمالك. فبصراحه انا وجهه نظر يعني ان هي كان معنويات لعيبه الزمالك اقل بكتير قوي بعد الهزيمه من سموحه، وحاله الثقه وانعدام الثقه كانت مش موجوده، مع طبعا التشكيل اللي كل الناس شافته. قبل ما اتكلم بالتفصيل عن التشكيله ورؤيتك انت، لان انا وجهه نظري يعني متفق في كل كلام قلته الا حته واحده، اللي هو ما لعبش ثلاثه عشان فريق سجراد. تمام. هو لعب ثلاثه وغرف طريقته عشان مشكلتنا احنا. تمام. اللي ليها علاقه بلعيبه معينه ناقصه زي طارق حامد او زيزو. فانا يعني مش قلقا من فريق سجراد، لا هو حلنا خلاه يفكر في لدرجه ان هو يوصله لطريقه تغيير الطريقه. طيب هروح لاستاذ كريم، قول لي ليه الزمالك ما بيكسبش بقاله ثلاث ماتشات؟ يمكن رؤيه من الاستاذ احمد عباس برده الحقيقه كان فيها كلام مهم جدا جدا. انت من وجهه نظرك بقى يا كريم، ايه الحاجه اللي ممكن تكون مخليانا التوفيق معاند قوي كده؟ رغم ان ساعات في اداء، رغم غير التشكيل، رغم ان هو كان بيعودنا كتير بيغير تشكيله وبيكسب، ليه المره دي احنا عاملين قصه كبيره؟ الزمالك عنده أخطاء متكررة كابتن محمد، ماتش سموحة، ماتش بترو أتلتيكو، ماتش النهاردة كمان. بحس بقى أنا كمحلل أداء بحس إن مستر باتريس كارتيرون ما بيذاكرش الخصوم بشكل كويس. أكبر دليل في ماتش بترو أتلتيكو لما بتلعب على وينج رايت، سلوكه إن اللعيب بيستلم الكرة في المساحة لازم تكون مفرج أبو الفتوح، إن هو بيستلم دايما الكرة في المساحة تدي وجبات وتشتغل مع الونش برضو، إنك أنت في الوقت اللي هيستلم فيه الكرة لازم تميل نسبية ناحية أبو الفتوح بشكل كبير. ده ما حصلش، شفنا ان ابو فتوح بيتعامل مع سلوك لاعب بيستلم الكره في رجله، وهنا الموضوع مختلف تماما. لما بتلعب على وينج رايت بيستلم الكره في رجله ده ليه شغل، لما بتلعب على وينج رايت بيشتغل في المساحه وبيستلم في المساحه ده شغل تاني. اخطاء في ماتش بيتر اتلتيكو في تحديدا الهدف الاول،
الجانب التكنيكي، وانا بستغرب جدا ان احنا عندنا اخطاء وعندنا لعيبه بتلعب في نادي الزمالك وفي دوري المصري منتخب مصر عندهم جزئيه التكنيك يعني فيها مشاكل كبيره جدا. شفنا الونش ساب المساحه خالص اللي بظهر ابو الفتوح وجري على 18، خطا كبير جدا كان لازم يرجع النهارده مسا باتيس كارتوني يفرجوا على هذه الجزئيه واشتغل معاه على هذه الجزئيه. انت ازاي النهارده تدافع عن دفاع المساحه في بعض الاحيان، في بعض الاحيان تلعب منتومان، في بعض الاحيان تلعب بمرجعيه الخصم التحرك وتشتغل مع المهاجم، دي كلها امور مش موجوده من وجهه نظر الشخصيه، مشاكل كبيره جدا. حتى الجانب الهجومي صعب جدا النهارده اعمل 20 كره طويله في الماتش وانا نادي الزمالك اللي عندي لعيبه نص ملعب مفروض متميزين، عندي عبد الغني، عندي الونش، عندي محمود علاء لعيبه بتلعب برجليها بشكل كويس، مفيش ولا سيت اب النهارده للبيلد اب تماما، ما شفناش بيلد اب النهارده خالص، ما شفناش تطوير الهجمه، ما شفناش تفنيش الهجمه بشكل كويس، بنلعب البيزك النهارده شيفتات اطلع الظهيره، مفيش الكره البيزك الاساسيات اللي بيلعبها اي مدير فني في الدنيا، يعني ما شفتش النهارده بيدخل الباك رايت لجوه الملعب عشان يعمل بيه زياده عدديه في نص الملعب، ما بشوفش النهارده اشهر بن شرقي بعض الاحيان يحاول يخش في ال 18 عشان يعني ياخد معاه عين السنتر باك الثاني ويخلق موقف اثنين على مفيش خلي مساحه. هو كان هو مقسم المباراه تقسيمه يعني مختلفه شويه، مش مستاهل اقسم مباراه ماتش زي ده، مش مستاهل يا كابتن محمد. انا النهارده اكبر دليل ان هو ما اتفرجش على الماتش ان فرقه زي دي ما لعبش بثلاثه اصلا، يعني فرقه زي دي انا معايا مواقف ثلاثه مشكله والثلاثه دي فيها مشاكل. بص في فرق في اوروبا ما بتعرفش تلعب ثلاثه، ثلاثه النهارده دي اول مركبه كتيره جدا، ثلاثه النهارده لو احمد الفتوح ما رجعش بشكل سريع تعمل لك مشاكل في المساحه اللي في ظهره، كذلك حمزه المثلوثي، ثلاثه دي يعني في فرق كبيره جدا في اوروبا ما بتعرفش تلعب ثلاثه، برشلونه بتلعب ثلاثه بيبقى عندها مشاكل كبيره جدا. انت النهارده بس معلش مع احترامي ثلاثه دي لو انا برجع عادي طبيعي فتوح، لان هو في اربعه فتوح لو ما رجعش مشكله كبيره. لا بس في حاجه ناحيه اليمين برضه لما يشوف في اربعه اللي في ثلاثه اربعه مش ثلاثه من ورا برضه مشكله كبيره. فاللي عايز اقوله ايه، بالعكس ده ثلاثه تخلي مع رجوع الباكين بقى انت المفروض عندك زياده عاديه تقفل. ما هو انت هتلعب بيهم فلات، هتلعب بيهم جوه الملعب ولا هتلعب بيهم فاتح الملعب؟ لا ما كانوش فلات، لا لو هيشتغلوا جوه الملعب، لو اشتغلوا النهارده جوه الملعب بيبقى في مساحات كبيره جدا في ضرب الفتوح. طب لو اشتغلت فاتحين الملعب هيبقى في مساحات كبيره جدا ما بينهم، هي بتحطك في حيره كبيره. هو يعني ناس مختلف فكره ان انت قلت ايه، هو لو اتفرج على فريق ساجراد انا حاسس ان برضه هو بيعمل الفرقه دي او التيم ده مش عشان فريق ساجراد، هو حاسس ان موقف الفريق بغياب طارق حامد وزيزو هيخليه يلعب ماتشين الجايين بره ملعبه غالبا بالطريقه دي. طب واحنا عرفنا نطبق الطريقه دي؟ ما احنا طبيعي ان انت لما تروح لها مره واحده طبيعي تتهز. انا عايز اقول حاجه، هقول عيوبها وانس انك اتهزيت شوط واحد شويه مش جامد كمان وما كانش في حاجات خطره قوي قوي، انا شايف ان على فكره ده نجاح. يعني انا بقى بكلمك باحساس ملعب، يعني انت لو بتلعب فيرو النهارده عندها فيرو بيعرف يجيب جول بس كان زمان خسر النهارده 2 3 على الاقل. طب من غير ما كان عنده فرود ومن غير ما كنت بتلعب 3 4 دخلت فيك 4 جول. لا لا الاخطاء النهارده اكتر، يعني الاخطاء النهارده اكتر بكتير جدا. انا ممكن النهارده تهرب الفتوح بس يبقى مدي تعليمات للديفندر اللي انا اقفل وراه. طب انا ممكن احاول الطريقه ثلاثه وافتح لما يروح اخلي حمزه المثلث يقف واحاول الطريقه الثلاثه تبقى ثلاثه وانا معيش الكوره عادي جدا. ممكن ارجع زي ما بنشوف باريس سان جيرمان بيروح مرجع واحد من لعيبه الديفندرات يقف يشتغل كباك ليفت في بعض الاحيان بيسد برده او بيقدر ان هو يسد المساحه ويعمل ضغط على المساحه دي. فانا شايف ان طريقه تغيير الطريقه او فكره تغيير الطريقه في ظرف 24 ساعه و 48 ساعه ده امر صعب انت جدا. انت مش بعديها يعني. خلاص دي كويسه فكره عشان نتناقش فيها، لان انا برضو هقول لكم وجهه نظري فيها ثانيه يعني. بس هروح لاحمد في حاجه، انت شايف ان لعب بطريقه ثلاثه تقول لي انت مواصفاتها او ايه مميزاتها وعيوبها؟ مفيش مشكله، لكن انا سالت ايه، هل عشان طارق حامد وزيزو بس ولا ادراكا من راجل انه بيلعب بره ملعبه والملعب شكله تقيل شويه والرطوبه ممكن تخلي محتاج النفس يبقى عايز اخلي موقف ناس يعني في ظهر بعض واقفل الدنيا في المساحات شويه ولا 3 3 4 3؟ انا هشارككم معايا في الراي واحنا الثلاثه موجودين مع بعض. النهارده انا الراجل اللي حطيته زياده في الثلث الدفاعي ده على حساب ايه؟ على حساب نص الملعب، صح؟ على حساب الاثنين بيلعبوا في نص الملعب. النهارده انت كلاعب كوره بتلعب مساك ومتعود على الطريقه بتاعت 4 3 2 1 ان انتوا بتلعبوا اثنين على سترايكر واحد، دي سهله. انا يمكن معايا بعض المواقف استاذنهم بس يعرضوها لنا، المواقف دفاعيه. فجاه هتلاقي ان في وسط المواقف الدفاعيه دي لعيب واحد وسط خمس لعيبه من نادي الزمالك. الرقابه مختلفه تماما، يعني هنيجي نبص هنا مثلا هنلاقي في واحد بره الكادر اهو، ادي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه لعيبه من نادي الزمالك في وسطهم اثنين لعيبه بس، تمام؟ في موقف ثاني لو عرضناه بعد اذنكم برضو نفس الكلام، واحد اثنين ثلاثه اربعه وفي ثلاثه قدامهم وفي يعني في انا شايف اللي انتم شايفينه دلوقتي في اثنين هيستلموا في وسط الخطوط، في عدم رقابه جيده، في خطا في التمركز، لان بالطبيعي ان 1 2 3 4 5 6 7 8 8 لعيبه في الثلث الدفاعي بتاعي على 3 لعيبه ومفيش رقابه. هي دي المشكله، شايفين؟ في 2 لعيبه هم في ظهر الثلاثه بتوع نص الملعب، وفي 1 2 3 4 لعيبه على خط واحد غير مستفيدين منهم تماما. الكره اللي جايه بقى هنلاقي الخطا الاكبر
لا بس انا عايز اقف في دي شويه. ان لعيبه الزمالك ماسكين بعض، بص في دي بص في دي. كنت عايز ارجع لها ماشي هنرجع لها، بس انا عايز اوريك حاجه هنا تاني دلوقتي اهو. احنا حوالي 6 7 لعيبه مع 2 لعيبه جوه منطقه الخطوره اهي، منطقه ال 18. احنا لعيبه الزمالك ماسكه بعض، الكره دي راحت بخطوره على نادي الزمالك. طب المفروض هنا يعملوا ايه؟ عشان انا اروح معاكم بقى حته ثانيه. المفروض انت شايف انه هنا يعملوا ايه؟ في لعيب بره ال 18 هم فوق، معلش رقابه تمام. فين ده؟ مين اللي جنب الحكم؟ اللي في ظهر شيكابالا. لا اللي في ظهر شيكابالا اللي جنب الحكم. مين بقى من اللعيبه بتوع خط الدفاع عند الزمالك ضاغط عليه او نازل لتحت؟ المفروض بالتبعيه ان الاثنين الديفندرات او السته والثمانيه واحد منهم يبقى ضاغط هنا. طيب ايه مشكله الخطه بتاعه الثلاثه او خمسه دي؟ ان احنا بنقابل لعيبه فاضيه. قبل ما نروح بنقابل لعيبه فاضيه. لا قبل ما نروح انت جايلك لعيب فاضي من غير رقابه تمام. لا قبل ما نروح لحته ايه مشكله الخطه، لان انا عايز اقعد في دي شويه معاك فيها. تمام خلاص. انا هتكلم على الصور اللي انتوا قلتوها. اولا ده موقف لعب، فانا مش ببني عليه فكره ان هو ايه في لعيب فاضي. انا ممكن اصور لقطه فيها اللعيب فاضي، بس هو السؤال الاهم هل الكوره راحت للعيب الفاضي؟ طيب لو راحت للعيب الفاضي فعلا، ما احنا عشان مش معانا الفيديو بس راحت للعيب الفاضي. ولو راحت للعيب الفاضي هل كان توقيت الضغط عليه؟ ما ممكن يبقى انا لعيب شايفه في ظهري وسايبه. طيب ليه؟ لان انا عارف امتى هكتفه، امتى هضغط عليه، لان في اللحظه دي في اثنين هينقضوا عليه. تمام. هروح بقى معاكم في حته واحده واحده موضوع البوزيشن وموضوع 3 4 3، بس كنت عايز اللقطه اللي قبليها. احنا عايزين عايزين اخر صورتين تحديدا. انا عايز الصوره اللي قبل دي تحديدا، هتكلم برده في نقطه ثانيه يعني. يا ريت كمان. اللقطه دي برده تنطبق على نفس الكلام. انا ما هو طبيعي الاثنين ديفندرز اللي هو واحد جنب الحكم واللي مايل عليه شويه، طبيعي يبقوا واقفين كده، ما يبقاش ناحيه الحكم مايل لورا، لان لو مايل لورا هيخلي اللعيب اللي في رجليه الكوره يروح على الجون. تمام. فانا لازم اقف بميل شويه، عيني بين الكوره وعن اللعيب اللي بره في ظهري. طيب مش اقدر انجح في ايه وانا كده بدافع؟ انجح ان انا اقفل زاويه التمرير. خلينا نقول حاجه، لو الراجل اللي في ظهرهم ده اتحرك في النص واتلعبت له واتحطت من وراه، توقيت الضغط بقى مش الثلاثه دول اتضربوا؟ لا توقيت الضغط اختلف. ايوه انا عارف. انا معاك الثلاثه بقى الحته الثانيه الثلاثه. انا عارف. طب قبل ما تلعب المفروض اعمل ايه؟ اقول رايي. في حاجه اسمها في الكوره متغيرات. يعني ايه متغيرات؟ انا النهارده الاثنين الكلام ده كله كويس، ولكن انا النهارده الاثنين دول بيني وبينهم حوالي 10 متر، عندهم مساحه وقت كبير جدا جدا على الكوره كابتن ابو العيله ان هم ياخدوا قرار بشكل سليم ويبقى في دقه في التمرير، وصعب جدا انك انت تخلق او تقفل زوايا التمرير والمسافه كبيره كده. دي رقم واحد. رقم اثنين ان هنا ثلاثه بيلعبوا على واحد. طب هنا السنتر باك محمد عبد الغني لابس جزمه حمراء، في حد في ظهره؟ لا مفيش حد في ظهره. يروح يشتغل على اللعيب اللي في ظهر الديفندر. طيب الديفندر ممكن نقول ان هو مش عايز يطلع عشان يقفل على الزون اللي في ظهره. لو عبد الغني النهارده طلع قفل المساحه دي هيطلع هو يضغط ويبقى عنده فرصه كبيره ان هو يضغط. ده التكنيك بقى يا كابتن. ان النهارده اللعيب مش انا عشان بلعب سنتر باك فانا افضل واقف مكاني، لا في متغيرات لازم تشتغل معاها. في حاجه اسمها بس احنا اللعيبه دي اول مره تشتغل بالطريقه دي من وجهه نظري. مشكله لعيبه، مشكله مدرب ان هو ما بيوعيش الادراك في الملعب. لا هو ما فيش وقت لفكره التوعيه. غير طريقه اللعب دي سهله يعني. الناس مشكله التكنيك موجوده في طريقه الاربعه، عندنا مشكله في التكنيك. طريقه خمسه عندنا مشكله في التكنيك. هو النهارده اوريدي لازم يطلع يضغط بالشكل ده. دي حاجه. في حاجه اسمها الرقابه الوقائيه. دي حاجه بقى قد تكون مش موجوده في المناهج الدراسيه في الدورات التدريبيه او في مصر او في الوقائيه. دي قد تكون مش موجوده جديده مع كورونا دي. لا بص قد تكون مش موجوده فعلا في المناهج الدراسيه في الاتحادات الافريقيه. يعني ده شغل ممكن تدريب مدرسه التدريب الايطاليه اكتر، يقول لك انك انت ما تستناش وانت معاك الكوره، حتى ما تستناش الكوره تيجي للمهاجم بتاعك وتضغط، انت تفضل دايما قريب منه عشان تعمل حاجه اسمها استباقيه الدفاع. يعني استباقيه الدفاع يبقى عندك استباقيه في الدفاع. هنا برضو كان لازم يبقى من قريب، يبقى يكون قريب منه جدا. لازم يطلع يضغط على اللعيب اللي حامل الكوره، ما فيهاش مشكله ان في ثلاثه ورا هيضغطوا على اللعيب المتواجد، لان المساحه كانت موجوده لو استلم فيها وعبد الغني لسه هيفكر ان هو يضغط. هو ده اللي انا بقوله. هنا ممكن يشوف في طريقه اللعب اللي بقول عليها يعني التحرك في ظهرهم وتوقيت لعب الكوره. وانت يعني هجيب لكم حاجه ثانيه، هجيب لكم موقف لعب ثاني في 4-2-3-1. تلاقي اللعيبه برضو بتظهر في خلف الخطوط. هو توقيت الضغط ده موقف بيحصل حتى لو بلعب 4-2-3-1 توقيت الضغط. ماشي بس المساحات كبيره قوي يا كابتن، يعني مساحات كبيره جدا. انا على الصوره دي شايف اضافه ان احنا غير مستفيدين من السكند بول. يعني الكره اللي بتترد دي انا ما عنديش حد ياخد الكره ويبدا هجمه. النهارده معلش مع احترامي لكل الناس اللي موجودين، شيكابالا لما يستلم في التلت الهجومي ولا شيكابالا لما يستلم في نص الملعب؟ يستلم في نص ملعب الخصم صح. فالدور اللي كان هيعمله شيكابالا النهارده ان هو ياخد الكره ويبدا بناء الهجمه من نص ملعبي ويروح بيها للتلت الهجومي، ده بياخد وقت كبير جدا ومجهود بدني كبير جدا. فالنهارده انا شيكابالا لما اسلم الكره في التلت الهجومي خطوره شيكابالا واجابات شيكابالا في التلت الهجومي هتزيد. اتفق معاك تماما. بس هو يبين لي بقى الراجل كان عايز ايه من الشوط الاول. تمام. يعني انت بتقول ده كله انا فهمته، بس الراجل يبين لي من الوقفه للوقفه دي ده الشوط الاول، الصور دي من الشوط الاول. تمام. يبين لي ان هو نازل الماتش قلقان من الملعب، قلقان من المجهود البدني، قلقان ان مفيش توفيق فخايف يتغلب، قلقان ان معيش طارق حامد، قلقان ان معيش زيزو، فقلقه خلانا ان انا يبان لي الشكل ان انا واخد فرقتي ونازل لتحت. حلو قوي الكلام ده. مع انا اسف معلش
مع الدقائق الاولى في المباراه انا شفت ان الفرقه ما بتضغطش بلعيبه كتير، مش محتاج ان انا اامن بالشكل الدفاعي ده. انا كان ممكن حتى لو مش هغير لاعبين بس اخلي واحد من الاثنين ثلاثه مساكين اللي موجودين دول يلعب قدامهم، فيبقى هو ايه بيساعد في بناء الهجمه، بيساعد في خروج اللعب. لكن في وقت من الاوقات احنا كنا بنخرج الكوره بنبني الكوره على امام عاشور لوحده. وقت من الاوقات كان اوباما بيزيد، امام عاشور عنده برضو مشكله كبيره جدا ان هو اي حد بيضغط عليه بيفقد الكره بسهوله. النهارده حصلت في اكتر من موقف، شافوا من فكر اللقاء اداؤه الجيد والبدني، بس لو جينا بصينا ان اقل الكرات اللي طلعنا بيها من الثلث الدفاعي للثلث الهجومي كانت عن طريق امام عاشور، كان بيحصل ضغط كبير قوي عليه وبتروح علينا بخطوره. عايز تقول يا كريم؟ كابتن ابو العيله، النهارده شيكابالا وعندي اشرف بن شرقي اثنين لعيبه بيشتغلوا واحد على واحد بشكل كويس، انا لازم احط لهم السيناريو اللي احطهم في موقف واحد على واحد. طبعا هو كرة حاجتين، صحيح اخلق المساحه واخلق موقف واحد على واحد، اثنين على اثنين، ثلاثه على ثلاثه، انا اللي بعمل السيناريو، انا اللي بخرج الكلام ده كله، انا ما بشوفش الكلام ده مع الكره الهجوميه. الكره الهجوميه، الكره الهجوميه هي خلق المساحه. ايوه انا بتكلم على الكره النهارده، عشان بيتكلم في جزئيه الشباب. النهارده الكره الهجوميه في البدايه، ما هو الشوط الثاني، حتى الشوط الثاني احنا بنوصل ازاي؟ البيزك جدا، شيفتات تخلق مساحه على اطراف الملعب، ده بيزك قوي في الكوره، حاجات خلصت من سنه 60. فالبيلد اب، مفيش بيلد اب. انا نادي الزمالك كره الاوفرلاب اللي عامل 20 كره طويله النهارده مثلا او حاجه، صعب جدا ان انا اكون بلعب كل كوره مباشر مباشر، لازم اكون في سيت اب، اكتر من سيت اب، اكتر من فكره، اكتر من نمط، وانا بعمل البيلد اب بشكل اب. النهارده لو هطلع على امام عاشور فنزل لي لعيب يضغط على امام، يبقى عندي فكره ثانيه على طول هعمل ايه، اللعيب اللي انا ممكن احركه في ظهر اللعيب اللي رايح يضغط على امام فيرجع ما يضغطش على امام، تحطه في سؤال، تحطه في سؤال، الحاجات دي كلها احنا ما بنشوفهاش مع نادي الزمالك. اتفضل. انا عندي في الفرقه 3 4 مفاتيح لعب، امام عاشور وفي البيلد اب لو هو اللي موجود ممسوك عليه او مضغوط عليه، مضغوط عليه امام عاشور اصلا، اوباما اصلا مفتاح لعب. ما انا بقول لحضرتك لو اشتغل مفتاح لعب، بس انا معانا موقف شيكابالا مفتاح لعب بتاع تحرر السيناريو بقى من ناحيه الدفاعيه. حط لي السيناريو بقى، انت اللي تحط بقى الموقف ده، انت اللي تخلق المساحه، انت اللي تحط فكره. النهارده يعني النهارده جوارديولا مثلا بيعمل حاجه كويسه جدا، ازاي هو بيبني الهجمه، بيدخل الفول باكس جوه الملعب عشان يخلق المساحه للوينج، بيعمل حاجتين، بيخلي الوينج اللي المفروض يرجع يدافع مع الباك ما بيرجعش، بيروح داخل لجوه الملعب، وفي نفس ذاك الوقت بيخلق موقف واحد على واحد مع رياض محرز ورحيم ستيرلينج، هو اللي خلق الموقف، هو اللي عمل الموقف، هو اللي صنع الموقف، الحاجات دي احنا ما بنشوفهاش يعني. نروح واحده واحده كمان، احمد كنت عايز اقول حاجه بعد ما تقولها ماشي. عايزك توصف لي بقى اللي انت كنت عايز تكلمه في ايه، طريقه 3 4 3 ايه مميزاتها وعيوبها. طيب. بس بعد ما تخلص عايز تقول مع اول تحرر لفتوح من النواحي الدفاعيه للتكمله الهجوميه، هنلاقي في الصوره بتاعتنا اللي هتيجي دلوقتي لو هم يحطها لنا ان فتوح بيعمل مع اوباما اوفرلاب وبيعمل كروس اوفر، الكره بتوصل عند المسلوسي. اختيار انهاء الهجمه مهم جدا. انا النهارده عندي المسلوسي اهو، جمله حلوه قوي، معاش هايله مع اول تحرر لفتوح وخروجه من النواحي الدفاعيه والتكمله في التلت، هو ده، هي دي طريقه لعب نادي الزمالك. يعني حتى لو النهارده بلعب بثلاثه بس انا مدي تعليمات وتحرر للاطراف ان هم يطيروا، انا كنت ظهرت بالشكل ده. اقول حاجه، مفيش رقابه، انتشاره من كويس في الكوره دي. اقول حاجه اقولك بقى، اقولك يحسب لفريق الزمالك في الدقيقه كام الشوط الثاني بره ملعبك، بص كام واحد جوه ال 18 في حلق الجول، ماشي، ده غير على فكره ده رفع كوره كويس يعني، لعيب شار جيد، غير رفع كوره جيد مع ضعف في التمركز الدفاعي لا للفرقه الثانيه. ما هو النهارده معلش مع احترامي لحضرتك، لو انا بلاعب فرقه كبيره مش هلاقي خمس ست لعيبه ولاقيهم واقفين كده تمام. فانا شايف ان دي كانت اول كوره نادي الزمالك لعبها صح ولعبها بطريقه اللعب اللي احنا بنلعبها، فوصلنا للجول. بقى انهاء الهجمه كان في مشكله، كان في عدم تركيز، ولكن يعني بنسبه 80 90% اي حد كان هيبقى في موقف مسوس هيحطها. لكن في لعيبه عندهم ثقه في نفسهم كان ممكن يستلم او يلعب بدماغه لشيكابالا، اوباما لو موجود في الموقف ده اوباما كان حطها لشيكابالا. طب عايز اقول حاجه، دي نوعيه عدم الثقه في النهايه، عدم الثقه، عدم الثقه، دي بقى دي اللي احنا لسه هنتكلم عليه. في بعض الاحيان بيبقى حمزه المثلوثي محمد ونجم اوباما في موقف مميز جدا، هو الاكثر خطوره، هو تكنيكي، هو افضل، هو تشريح جسمه افضل، هو اللي المفروض يفنش، يروح عامل ايه؟ لعب الكوره للعيب في موقف ثاني اقل خطوره منه على المرمى، عدم الثقه خلاص. يعني انت النهارده عدم ثقه. انا بقول لك النهارده لو لعيب عنده ثقه ممكن يستلم بصدره وحاططها لشيكابالا. هي دي عندنا بقى لها فتره. نوعيه اللعيب. كنت بتكلم انا مع رمضان وسامح قبل ما تنوروني، هم كانوا فراوده وفاهمين يعني ايه لعيب ثقه، والفكره انك تلعب فرو دي تبقى ساعات محتاجه وقت ذهني تحضر نفسك. قبل ما نروح برضو الحتت معلش انا اسف بس قبل ما نطلع، زي ما قلت لك هي القصه جت من مباراه سموحه. انا مش طالع ولا حاجه، لو انا هاجي لك تاني، لو انا كنت كسبت سموحه وعملت مكسب مريح ولعبت بالسكواد الاساسي بتاعي خلاص بقى، احنا زي ما احنا عارفين مكسب بيجيب مكسب، وجاي بعد تعادل في ارضك فالنهارده كنا. طيب انا اللي حسيته منكم ان انتوا مش هاضمين قوي طريقه 3 4 3، فهاخدها واحده واحده معاك كده. انت قول لي مميزاتها ايه وعيوبها، وقول لي كمان نشتغلها في ماتش الوداد ازاي، لان واضح الراجل بيجهز الكلام ده لماتش الوداد. طيب. هاخد رايك وبعد كده برضو اخد طيب 3 4 3 هاكد على الاطراف ان هم يبقى ليهم دور في الثلث الهجومي تمام، واكد على الاثنين بتوع نص الملعب ان هو يبقى فيه
بالانس ما بين النواحي الهجوميه والنواحي الدفاعيه. بمعنى النهارده ما ينفعش فجاه الاقي لعيب واحد والتاني قدامه، لان في وقت من الاوقات كنا بنلاقي امام عاشور لوحده واوباما قدامه، فالتاكيد على الادوار مهم جدا. انا ما عنديش مشكله في 3 4 3 يعني، انا فكره التطبيق ما عنديش مشكله، لكن توقيت التطبيق وفكره الادابتيشن اللي دايما بنتكلم عليها، اللعيب المصري ما عندوش سرعه في الادابتيشن، ما عندوش سرعه في التكيف على طريقه اللعب. فاتمنى ان شاء الله حتى لو هنلعب بيها يعني، بص هو الوقت ضيق وصعب، ولكن ده محتاج ان الجهاز الفني سواء بقى كارترون او امير عزمي او كابتن مدحت ان هم يتكلموا مع اللعيبه بشكل كبير ويعيد الثقه بنفسهم، يعيدوا الثقه لنفسهم تاني خلال الفتره دي. والتاكيد بقى على الادوار مهم جدا، تحفيز الادوار مهم جدا. عايز اخد رايك برضه في 3 4 3 ايه الطريقه اللي 3 4 3 ماتش الوداد. هو الحقيقه فاجئنا، وانا شايف ان هو يعني عمل حل يداري بيه المشاكل اللي عندنا. طب قول لي انت ممكن تكون ايه اللي متفق فيه في الطريقه دي او ايه المختلف؟ بس وانت بتجاوب عايز احمد يحضر تشكيل ماتش الوداد من وجهه نظره لو لعبنا بالطريقه دي. تمام، وهرجع لك فيه وبعد كده هباخد برضه التشكيل منك، بس جاوب لي الاول في الحته الاولانيه. بص 3 4 3 كابتن، بعيدا عن الوجبات الهجوميه الدفاعيه دي موجوده في اي لعبه. طيب اي طريقه لعبه هي فيها نقاط ضعف، بس انا كمدير فني النهارده ازاي استفيد منها من نقاط القوه، وازاي ان انا احتوي نقاط الضعف اللي في اي طريقه لعب. طيب اي كمان فورميشن او اي يعني 4 2 3 1 4 4 فيها نقاط ضعف برضو نفس المشكله. بس انا النهارده ازاي اخد ايجابياتها، وازاي انا اقدر اقفل المساحات ازاي اللي هي ممكن النهارده ممكن اتاذي فيها. طيب النهارده 3 4 3 ابو فتوح لما بيزيد لازم على طول حد من الثلاث سنتر باك هيقفل وراه. تمام، فلازم يرحل الثلاثه، يرحلوا ناحيه الشمال، وثلاثه ساعات في بعض الاحيان الثلاثه ما بيقفلوش عرض الملعب. دي رقم واحد بتعمل مشكله في عرض الملعب لو بتلعب فرقه ممكن تعمل ايه الكرات القطريه. تمام، الدياجونال باص الكور القطريه بتروح ملعبها لك في الناحيه الثانيه بتعمل لك مشكله. طب لو اربعه والاثنين سنتر باكين موجودين وفتوح راح، مين هيغطي برده ورا فتوح؟ ممكن واحد من الاثنين ديفندرين. طب ما هو ده ممكن نعمله برده في الطريقه دي، بس بتبقى اضمن. ليه بقى اتنين سنتر باك قافلين العمق؟ طب انا ما عنديش ديفندر سته يعمل لي الدور ده، اعمل ايه؟ طب هقول لك بقى، اتنين سنتر باك هيقفلوا عمق الملعب، حمزه الثلثي مش هيطير قدامه ديفندر، انت عندك اربعه تحت الكوره. هو الطبيعي ان المسلسل ما يطيرش لما فتحوا، ما انا بقول على فكره هو معموله اصلا عشان كده، بس النهارده دي معموله عشان كده. الاثنين كانوا بيطيروا النهارده، فكان النهارده عامل لك مشاكل في مواقف تستحمل الاثنين يطيروا. في مواقف تستحمل زي ايه؟ في مواقف زي ملاقي فرقه معينه وتوقيت معين، في مواقف يستحمل الاثنين يطيروا برضه عشان بلعب ثلاثه. لو عندك طريق حامل تطير الاثنين، مش كده بلعب ثلاثه، ما انا ممكن ابقى ما عنديش طارق حامد واطير الاثنين في موقف معين ويقف لي امام عاشور بس، يعني ثلاثه مع امام عاشور وقفت اربعه. حلو، دي رقم واحد، انك انت النهارده الثلاثه اللي في خط الظهر لازم يكون ان هم النهارده عارفين يقفلوا مساحات ازاي، يقدروا يحافظوا على المساحات اللي ما بينهم دايما، ان هم ولا يفتحوا خالص، لان لو فتحوا عرض الملعب هيبقى في مساحات كبيره جدا توصل ل 10 15 متر ما بينهم. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هم دايما يعرفوا ازاي اول ما حمزه مخلوف يطير ازاي عبد الغني هيقفل وراه ومحمود علاء يرحل سنه، الونش كذلك، وممكن لعيب من لعيبه نص الملعب ممكن هو يقف ورا ابو الفتوح. الكور القطريه دي برده هتعمل لك مشكله، الارتداد بتاع حمزه المخلوفي واحمد ابو الفتوح لو مش قوي هيعمل لك مشاكل كبيره جدا. لو مش قوي حتى في الطريقه الثانيه هيعمل لك مشكله، هيعمل لك مشاكل. انا معاك ما فيهاش مشكله، بس انت ممكن في الطريقه الثانيه تروح عامل حاجه مختلفه شويه، انك انت وقت لما ابو فتوح هيطير واحد من الديفندرين لازم يقف ويقف وراه، لازم يقف وراه. مين الديفندرين؟ اي واحد عامل الطريقه دي عشان الديفندرين؟ امام عاشور هو موجود لسه، امام عاشور يقف وراه ما يطيرش، بس ما يطيرش كله. النهارده بيطير كل الفرقه النهارده وبشكل عشوائي، انا مش شايف ان في النهارده جمله اتعملت في الثلث الاخير. طب انا هاخدك في حته ثانيه، بس يعني انت مع انه يلعب ماتش جاي 3 4 3 انا ما عنديش مشكله، لا بس هي فيها اخطاء فيها مشاكل. انت مع انه يلعب ماتش جاي؟ لا طبعا 3 3 طبعا، لا طبعا مش معاها خالص. طيب انا اكبر دليل انه غيرها في اخر 10 دقائق. لا هو غيرها عشان انا المرونه التكتيكيه تخليني اعمل تغيير، اعمل تحويل عادي جدا. هو على فكره مقسم الماتش كده، يعني لما الماتش يطلع تعادل عايز اقول لك انا شايل باك من الباكات ونزل اسلام جابر وقلبها بطريقه ثانيه، لعب 4 ورا خلاص، وعامل ايه اسلام جابر زق واحد من الديفندرات اللي قدام بقى هو اللي جنب امام عاشور وبما بقى فري، عمل تغييره. تغيير طريقه اللعب وتغيير اللي احنا قلنا عليه دلوقتي كان في توقيت الفرقه بتضغط عليها جامد جدا، فظهر خطورتهم بشكل كبير. يعني انا طول الجيم بلعب بالثلاثه ثابتين، جيت رحت مطلع المسلوسي ولعبت عبد الغني باك رايت وحطيت واحد في نص الملعب في الوقت اللي فرقه سجرادة كانت بتضغط علينا بشكل كبير جدا. طب قول لي طيب التشكيل اللي انت سريعا كده، لو احنا ملزمين نلعب ب 3 4 3 هيبقى ابو جبل، محمود علاء، عبد الغني، الونش. انا ما اعرفش حازم امام جاهز ولا لا ان هو يبقى موجود، بس ان كنت ارى ان حازم امام هيبقى افضل من المسلوسي حتى لو اكد على الادوار الدفاعيه بتاعته، وانا رايح عشان اكسب، انا مش رايح مع الوداد عشان اتعادل، معلش انا اسف. لو رحت اتعادل ما اخسرش، لو رحت اتعادل هتغلب. لا مش هتعادل، رايح تاني. لو انا رايح احط في دماغي بس لازم ما اخسرش، لو انا رايح احط في دماغي ان انا هتعادل مع الوداد هتغلب، ده معروفه في الكره كده. فتوح ناحيه اليمين، امام عاشور في نص الملعب، وجنبه ماجد هاني. وناس هتقول لي ازاي ماجد هاني وناس ومعندوش خبرات، ما عندوش خبرات ومعندوش. عايز اقول لك على حاجه، حتى لو ماجد هاني هيديني 60 70% او 50 60% فهو ده مركزه الاساسي النهارده، هو بيلعب في مركزه الاساسي. لما اجيب واحد مش مركزه
مش هيديني ال 50%. معلش مع كامل الاحترام للاراء انا معاك، لا انا معاك ماجد هاني الوداد في الوداد ما عنديش مشكله خالص، لعيب عنده ثقه في نفسه. انا بقول لك دي انت مش بتسالني وجهه نظري، تمام. انا بس لما احط لعيب في مركزه حتى لو هيديني 50 60% افضل من ما اجيب لعيب تاني مش في مركزه. ما احنا النهارده ما عنديش، انا النهارده دي الاوراق اللي موجوده قدامي، فهجيب لعيب ما بيلعبش ديفندر والعبه ديفندر مش هيديني 50% من واجبات المركز. طيب. لكن ماجد هاني عنده واجبات المركز بشكل كبير. وجهه نظرك وصل بعد ما بن شرقي خلاص في الطبيعي، زيزو لو جاهز ان شاء الله طبعا هيبقى ناحيه اليمين وبن شرقي ناحيه الشمال، قدامهم سيف الدين الجزيري، وهو ده التشكيل اللي انا شايف. لو لعبنا 3-4-3 وانت مع ان نلعب بيها؟ لا طبعا الماتش جاي ظروف الماتش ظروف الحاله. انا وجهه نظري ان انا العب بالطريقه اللي اللعيبه بتاعتي متعوده عليها. طب مين يبقى الديفندرين؟ برضه ماجد هاني برضه انا ما عنديش مشكله. على فكره فكره ان انا احط ثقه في لعيب صغير في مباراه كبيره زي ديت وتاني وتالت وباكد ان هو ده اصلا مركزه فيبقى عنده واجبات المركز غير ما اجيب حد من بره. تمام كابتن ابو العيله، عشان هقول لك التشكيل وهرجع بس في حاجه. النهارده واحنا بندافع بطريقه 3 بتبقى 5 صح؟ طيب اتنين ديفندرين في 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 قلب الملعب صح كده؟ الونجات ممكن ما ترجعش بيبقى عندهم لان هم بيبقوا عايزين يبقوا محطات اول ما تستخلص الكره تطلع عليهم. طيب النهارده هتقابل زي الونجات لو زادت مع الباكات هيبقى موقف 2-1 نفس دائما. المشكله هتحصل لو بلعب 4 والفراوله بتاعتي الونجات او الطرف بتاعتي ما رجعتش. لا الونجات لما بترجع، لان الونجات اوريدي النهارده وانت بتلعب 4 بيبقوا على اطراف الملعب، فما واحد من الاثنين في النص بيميل ناحيه لكن انت النهارده وانت بتلعب 3 بيبقى الاثنين اذا النهارده كان بيلعب 5 2-2-1 بيبقوا جوه الملعب عشان تشتغل مع بيهم اكتر. انت قلت 2-2 انا بقول لك ان الطريقه دي ممكن تبقى 5-4-1 ممكن تبقى 5-4-1 بس ده مجهود كبير جدا على الونجات ان هم يشتغلوا جوه الملعب ويرجعوا هيلعبوا في 60 70 متر مش هيدوا لك حاجه. لا ده مش دي حاجه هجوميه، هيبقى عندهم ادوار دفاعيه كتير مش هياخد منهم حاجه. ما هو الطريقه وجميع. نفسها انا بقفل بيها عشان بقول لك وضحت لي ان هو الراجل مش عايز يفصل. يعني انا شفنا البيانات اتعمل علينا بتاع 13 14 هجمه واقفين التقفيل شوط تاني بس انا العب 4-4-2 ما فتحت الجيم على فكره. انا العب 4-4-2 انت تلعب 4-4-2 واعمل تركايه اخلي الاثنين مهاجمين واقفين بعرض الملعب ما بينهم حوالي بتاع 15 متر هيجبروا الاثنين سنتر باك بتوع. لا تاني اللي بتاعت 15 متر دي ايه؟ هفتح مهاجمين هلعب مثلا بسيف سترايكر يعني سيف الدين جزيري والعب بمحمد ونجم او احمد سيد زيزو مثلا. لو زيزو يلعب ديفندر مثلا ممكن العب محمد ونجم واخلي الاثنين مهاجمين فاتحين الملعب جدا هيجبر الاثنين مساكين النهارده ان هم يفتحوا الملعب لان هيرجع واحد من نص الملعب يقف معاهم. فانت ضربت 3 لعيبه مع 2 لعيبه هتاثر على نص الملعب هتدي مساحات لاوباما بشكل اكبر. فدي افكار كلها بس اتمنى ان هو يشتغل بيها. ولو وقت صناعه اللعب من ناحيه اليمين الراجل ده بيخش يعني جوه يبقى هو يعني المهاجم. فكره كويسه جدا ممكن النهارده تخلي اوباما دايما يستلم في دار لعيبه نص الملعب. انت مش خايف من مفاجاه 4-4-2 زي ما خوفنا من مفاجاه 3-4-2؟ لا دي 4-4-2 علميا اكتر طريقه بتقفل اكتر مربعات في الملعب اكتر طريقه. ولكن برضه فكره التعود من اللعيب المصري فكره المرونه. انا عندي مشكله في المرونه هتدافع بيها والوقت ان انا مش لاحق والتوقيت صح. اي طريقه انت ممكن تستغلها وتستخدمها هجوميا ممكن تستخدمها دفاعيا انا هقفل بيها بشكل كبير جدا. بس هستغل فكره ان انا احط موقف 2-2 دايما لان الوداد من الفرق اللي هي بتسبب اهداف كتيره في الدوري المغربي عندها مشكله في العمق الدفاعي بشكل كبير جدا. لو عملت الفكره دي فكره كويسه جدا انك انت هتجبرهم على اسئله هم ممكن ما يعرفوش يجاوبوا عليها. وطول ما المدير الفني بيسال المدير الفني الثاني اسئله كتيره بيقدر ان هو يصير الماتش زي ما هو عايز. انا ملتزم ب 4-2-3-1 انت 4-2-3 هو 4-4-2 على فكره في الاخر هي بتتحول لكل الطرق كلها مواقف لعب. انت مع ان الراجل استغل ان بن شرقي ونجم الاثنين لعبوا في الوداد قبل كده وعارفين حاله المغرب طبعا بلدهم الشقيقه فشايف ان ده ممكن الراجل يفكر بالشكل ده ومع ان هو يعمل كده طيب ولا لا؟ هو برضه في سؤال لو في حاله عدم جاهزيه زيزو ممكن ونجم يبدا بناحيه اليمين وشيكابالا يكون ورقه لنادي الزمالك الشوط الثاني مثلا او في توقيت معين يقدر يستغله. مش يبدا بيهم مثلا؟ لا حتى يبدا بن شرقي طبعا يبدا بن شرقي ناحيه الشمال ويبدا بنجم ناحيه اليمين ويستغل الحاله اللي هي ايه ان هو انا كنت بلعب في الوداد وعارف طريقه لعب الوداد والاجواء بتاعه الملعب. فانا بقول لك لو زيزو مش جاهز يلعب ناحيه اليمين يلعب نجم ناحيه اليمين ويبقى شيكابالا ورقه يلعب بيها الشوط الثاني. كريم كابتن وبعدين احنا اتكلمنا في كل طرق اللعب هينفذ ازاي اصلا يعني المشكله بقى النهارده الافكار اللي حطها لا موضوع ونجم ونجم ماشي لا انا بحب ونجم جدا لعيب كبير انا مقتنع بيه جدا يعني مع ان الراجل يفكر بالطريقه دي في مع الوداد المغربي ناديه اكيد وعارف نقاط لو زيزو جاهز زيزو يبدا اكيد عارف نقاط القوه نقاط الضعف. النهارده لو لعب على باك ليفت وعارف الباك ليفت ده بيشتغل ازاي مشاكله فين نقاط ضعفه فين مش هتحتاج لمحلل اداء بقى يفرجك انت كنجم.
هتبقى عارف طبعا مشاكله ونقاط قوته، بيشتغل ازاي، بيقدر يقفل المساحه ويضغط على المساحه ولا لا. فدي كلها امور انا شايف ان محمود النجم ممكن يكون كلاعب كره جامد جدا، لعيب مميز جدا، هتستغله كمان في المساحات بشكل كويس، وكمان هو عارف، هو بدرايه كامله عن فريق الخط الدفاعي تحديدا واللعيب اللي ممكن يلعب قدامه كمان. شو محتاج محلل اداء؟ بس انت محلل كره وهترحمه؟ انا محلل اداء، يعني انا شغلت في الدوري المصري في محلل اداء كمان والله. هو اوريدي اصلا شغلته محلل اداء الدوري المصري، يعني جاز فني مع بعض الانديه ومع اسوان، وكنت في الزمالك في بدايه مع مستر كارترون كمان في 2020. فعشان كده انا لما باجي اتكلم ببقى عارف بيتكلم بلغه الارقام. حلو قوي. ببقى عارف فاهم، يعني عشان كده بقول لك ان هو مدرب، يعني انا مش عايز اقول مستر كارترون، لا عنده مشاكل كبيره. يعني انا النهارده ما ينفعش خالص دلوقتي الكلام ده، ما ينفعش خالص ان انا كل ماتش نفس الاخطاء الدفاعيه دي. يعني ما انا راجل ببقى قاعد بس ما فيش مدرب ما عندوش مشاكل يعني. بس يطور. اتفق معاك، لازم يطور، لازم يطور. النهارده جوارديولا عنده مشاكل، كلوب عنده مشاكل، بس المشاكل ما تتكررش. النهارده انت بتحل المشكله انك تغير طريقه اللعب. لا، مش مشكله مش في طريقه اللعب، ما المشكله النهارده ما عرفناش نغطي المساحات. كل الصور اللي احمد جابها انا بس مش عارف تغطي المساحات، مش عارف تضغط على المساحه، مش عارف تلعب تدافع بمرجعيه الخصم، مش عارف تلعب، يعني مشاكل كبيره. عايز اخد كونتنين برضو في كذا حاجه. طب موضوع محل الاداء ده فتحته لي، بس قبل ما نروح لمحل ده انت قلت لي معاك شويه ارقام. ممكن نصعد الارقام؟ يا ريت. ارقام انا شفتها تحس ان زمان كان بيلعب برشلونه مش بيلعب النهارده. انا اللي انا اديتهم الفرصه ان هم فرقه فرقه ند، يعني انا مش شايف كويس. قول لي الارقام دي اخبارها ايه؟ كده تمام. يعني اجمالي التسديدات 50% ده استحواذ، 49 الزمالك، 51 سرجده. اجمالي التسديدات بتتكلم الزمالك عامل 18 تسديده، هم 13 تسديده، رقم كبير طبعا. ده بيدل النهارده كبير مننا ولا منهم؟ لا كبير كبير كبير، هم على مستوى الفرقه. انت نادي الزمالك، الفرقه دي اعتقد ان اكبر واكثر متفائلين في جمهور سرجاده ومصاليه. ما لعبوش دوري ابطال افريقيا، احنا لو قيمناهم على مستوى درجات الدوري المصري لعبوا الدرجه الثالثه او الرابعه. يعني الزمالك 18، هم عندهم 3 تسديدات في المرمى، احنا 6. ابو جبل النهارده اخر 10 دقائق بصراحه يعني حاجه ما شاء الله، تسديدات خارج المرمى هم 8، احنا 7. تسديدات تم اعتراضها احنا 5، يعني ضغطنا هم 2. طب نرجع بقى لرقم مميز، او نرجع ناخد برضه بعض المعلومات من الارقام. هم سددوا 13، انت ضغطت في 5. يعني كده يعتبر في حوالي 8 تمريرات، 8 تسديدات، انت النهارده سبتهم يسددوا بشكل عادي جدا، ما كانش في ضغط. الفرص الخطيره على الـ على الـ على المرمى هم عندهم، احنا عندنا فرصه هم ما كانش عندهم غير عندهم واحده في عندهم واحده بس في الاخر. الضربات الركنيه احنا 9 هم 5، كتير برضو. في اخر 10 دقايق كان في ضربات ركنيه كتيره جدا اليوم. احنا عندنا كره في القائم، هم ما عندهمش. ده طبعا رقم قليل على ان احنا كل ماتش يبقى عندنا موضوع في القائم ده. ايوه في القائم. ناخد الارقام اللي بعديها، احنا دايما بنبقى متفوقين فيه. ايوه طبعا. رمات التماس احنا 14 هم 20، واخدين 20 رمي التماس، فده بيدل ان هم برضو يعني وصلوا نص ملعبك. ضربات المرمى 15 18، بطاقات صفراء 1-1. في ارقام تاني، العرضيات 21 عرضيه، 16 وهم 16 عرضيه، 21 عرضيه احنا ما كانش عندنا فرص كتيره ولا حاله بالضربات الراس، وما عملناش فرص. نرجع نقول بقى ايه للرقم ده، هل يا ترى المشكله كانت في دقه العرضيات ولا الانتشار كان سيء في ال 18؟ لا، انا كنت شايف ان الانتشار النهارده في بعض الاحيان ما كانش احسن حاجه. التسلل اللي هم 3 احنا 0، حاجه كويس ان احنا ما بنقعش في التسلل كتير. الكرات الحره هم 21، احنا 15، عملنا فاولات كتيره جدا، وده برضو يبقى يدل ان انت النهارده لما بتجبر اللعيب ان يعمل فاول، انت كده معناك انتشارك الدفاعي ما كانش كويس، انك انت في بعض الاحيان بتحط في موقف لازم تعمل فاول. التمريرات 367 تمريره للزمالك، منهم 284 صحيحه، رقم قليل جدا. يعني في ميس باس كتير. هنقول طب اللعيبه عندها ميس باس ولا الانتشار برضو اللي كان سيء؟ ده لازم نرجع للفيديو، لان في بعض الاحيان بيبقى الانتشار سيء يا كابتن ابو العيله، فبيجبر اللاعب ان هو بياخد وقت طويل جدا لحد ما يمرر ويمرر في الاخر. بشكل سيء. هم 396 تمريره، 315 تمريره صحيحه، هم افضل مننا في التمريرات. الهجمات هم عملوا 90 هجمه، 90 هجمه على الجول، يعني 90 محاوله، واحنا 73، يعني هم اكتر مننا. المخالفات هم 21 واحنا 16 مخالفه. احنا ال 21 احنا 21 هم 16. طيب. وافتكاك الكوره احنا عملنا 12 افتكاك للكوره، هم عملوا 12 برضو. نرجع بقى لنقطه مهمه، تصديات حارس المرمى انت ما قلتهاش برضو. نرجع لنقطه مهمه، احنا عملنا في 12 افتكاك، 12 افتكاك من هم عاملين حوالي 19 محاوله. يعني النهارده من سوري 90 محاوله هم هجوميه، احنا افتكينا الكوره، عملنا افتكاك الكوره 12 مره من 90 محاوله اليوم. معنى كده ان احنا النهارده ما كناش بنضغط بشكل كويس، وكنا بنستنى دايما هم اللي يعملوا الميس باس او يطلعوا الكره بره في الاول. سؤال بفكره محلل اداء، انت اشتغلت محلل اداء قلت لي قبل كده في الدوري؟ ما دوري ممتاز. يعني كنت في الجهاز مع كابتن سامي شيشين، اشتغلت مع كابتن سامي مدرب مصري.
ولا وكان ليا برضه في يعني كان عندي بعض التجارب في الدوري العراقي والليبي مع حلو. انا عايز اسال بقى سؤال، كان دور المحلل اداء بيبان اكتر جوه الملعب اثناء المباراه؟ انت الارقام دي في الاخر طلعتها لي بعد المباراه، لكن انت جوه المباراه ايه اللحظه اللي بيحتاج لك فيها؟ انا معايا انت بتبقى قاعد فوق ولا بتبقى قاعد تحت؟ بقعد فوق في المدرجات. انا عندي اكونت على واحده من اكبر منصات شركات التحليل ده على مستوى العالم اللي بيتعامل معاها الانتر ميلان، مش هقول طبعا اسمها، دي بتديني الارقام على طول بشكل على طول يعني وقتي. بشكل دايركت على طول بتنقلها على طول المدير الفني. مدير الفني عشان خاطر برضه سير الماتش شغال، ممكن 90% من الارقام دي ما يحتاجهاش مدير فني، هيبقى عايز مثلا نقطتين ثلاثه على الاقل بين الشوطين يبقى عارف كمان المشاكل. خاطر اوضح حاجه بس يعني. في الايام دي شباب كتير بيطلعوا يحللوا مقدسين الارقام جدا. بيبي جاردولا 70% من الريبورت اللي بيجي له من المحللين ده بيبقى مش بيانات قد ما هو فيديو. يعني دايما يقول لك اديني الفيديو، ان البيانات برضو في بعض الاحيان النهارده انت شايف مش مدلول، ما بتديش مدلول يعني بتدي لك كل واحد بيراها بطريقه بس صح. الفيديو برضو النهارده انا ممكن اشوفها ابو فتوح عامل حوالي بتاع 30 كروس منهم 20 غلط، انا مش قادر اقيم هو ابو فتوح اللي كان عنده مشكله في دقه العرضيه ولا الانتشار الهجومي والتحركات المهاجم كانت غلط اصلا. لا ولا كان صح اصلا يعمل عرضيه يعني كان اولى مثلا كان المفروض يمشي بيها ويروح على الجول مثلا. قرار يعني هي مشكله يعني. عندي الباك ليفت ولا مشكله في المهاجم؟ فاهم قصدي؟ فلازم ترجع للفيديو. فلا دايما اللي بيبقى في الماتشات لا المشاهد اللي انا ممكن اصورها وانزل اوريها له بسرعه. تمام. اقول له في مشكله هنا. كنت عايز تقول حاجه؟ في النهايه بس قبل ما نختم يعني او نتكلم، مهمه جدا ان يبقى الجهاز المعاون لكارتيرون ليه دور. كابتن امير عزمي مدرب جيد، كابتن مدحت عبد الهادي مدرب جيد، لازم نتكلم مع الراجل، لازم يبقى في مشاركه في التبادل في الاراء، لازم لما اشوف حاجه بتحصل خطا او فكره هو الراجل شايف ان هي ممكن تودينا في حد، لا لازم الناس تتكلم. يمكن السنه اللي فاتت كان بيحصل ده من كابتن اسامه نبيه وكابتن احمد مبسوط، ونادي الزمالك عنده ذخيره كبيره جدا من المدربين الاكفاء، وزي ما قلت لك كابتن مدحت عبد الهادي مدرب كبير، كابتن امير عزمي مدرب كبير، لازم يبقى ليهم دور ولازم الناس يتكلموا. النهارده انا شفت موقف من المواقف، كارتيرون هو واقف لوحده على الخط، كابتن امير عزمي قاعد على الدكه ومدحت عبد الهادي قاعد على الدكه، ومفيش مشاركه حتى، يمكن ما بنقومش نتكلم مع الراجل. انا مش عارف هل هو مش مديهم المساحه ان هم يتكلموا ولا هم اللي كانوا قاعدين من نفسهم. انا اتمنى ان يبقى في مشاركه في الراي، مش في على الاقل ياخد القصه بتاعه ان هم عندهم فكر ممكن استفيد بيه يكون موجود، زي ما كان بيحصل السنه اللي فاتت ما بين كابتن اسامه نبيه وكابتن احمد مبسوط وكارتيرون. في النهايه حصل ده، لمسنا ان الاداء تحسن شويه بعد ما كابتن مدحت عبد الهادي بقى موجود وامير عزمي، لو تفتكروا في اول تعيينهم لمسنا شويه يعني تطور في الاداء، حسينا ان ليهم دور. اتمنى ان يكون مديهم المساحه، بس هو ده اللي انا عايزه، ان هو يكون مديهم المساحه، لان مع احترامي الكامل لكل اللي بيحصل ما اعتقدش ابدا ان لو كابتن مدحت عبد الهادي هو مدير فني او كابتن امير عزمي هيعملوا نفس اللي بيحصل ده دلوقتي. خلاص فلازم يبقى في مشاركه في الراي يعني ان شاء الله. طيب نقفل القصه دي، ياخد يعني تفصيله صغيره كده، توقعاتك لماتش مصر والسنغال ايه سريعا؟ ان شاء الله باذن الله نعمل نتيجه جيده هنا ونخلص المباراه بتاعتنا هنا في مصر باذن الله. يعني في ظل ان انا موجود في استاد القاهره بالعدد الجماهيري ده، بان ان شاء الله باذن الله اللعيبه تكون في حاله جيده، ان شاء الله نكسب السنغال هنا مكسب مريح يخلينا نروح هناك ان شاء الله مريح نعمل نتيجه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله كلنا كريم. انا اتمنى منتخب مصر توقع ما اقدرش بقى، مش عارف الشغل بتاع الجهاز الفني هيبقى عامل ازاي، تحضيره للماتش هيبقى عامل ازاي، هيقدر ان هو يعالج الاخطاء اللي عنده ولا لا، هيقدر ان هو حته الجانب النفسي النهارده خسران من نفس المنافس بطوله افريقيا مؤثره بشكل كبير، هنا الاهلي النفسي الرياضي بقى لازم يبقى ليه دور انك تشتغل ازاي وتخلق دوافع ازاي للعيبه تاني، فما اقدرش اتوقع. انا ما خسرتش، انا ضربات ترجيح اسمها ترجيح. كنا سيئين جدا كنا سيئين جدا كنا سيئين جدا جدا على مستوى الهجومي دايما برجع انا ما عنديش انا ما عنديش مشكله. بص يا كابتن، الجانب الهجومي ده مهم جدا مهم جدا يعني، النهارده هفضل ادافع. انا كنت ضد مستر كارلوس كيروش ان هو كل ماتش بيحاول يوصل لضربات الجزاء، امر صعب جدا، فما اقدرش اتوقع، لان مش عارف هيحضر لماتش ازاي بصراحه يعني. الحقيقه محكوم علينا مشوار صعب قوي انك تاخد ثلاث عملنا بطوله جيده على المستوى الدفاعي دي حقيقة. دي حقيقه بس عشان نبقى واقعيين على ارض الواقع. انت النهارده ما فيش مشكله انك تدافع، بس لازم يبقى في فكره بتحطها انك انت ازاي النهارده تعمل كونتر اتاك، ويعني ايه كونتر اتاك؟ انك التمريرات دايما تبقى عموديه. المنتخب مصر كان بيعمل كونتر اتاك ليه كور بعرض كور، دي مش ده مش كونتر اتاك، ما بيتصنفش كونتر اتاك، حتى لو انت وصلت للمرمى المنافس بشكل سريع بالشكل ده هي فاست اتاك، هجمه سريعه في الاول في الاخر. فيعني احنا عندنا بعض المشاكل اتمنى ان هو يحلها يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا يا رب ونسعى لكاس العالم. طيب وقتنا للاسف انتهى، بشكر المحلل الرياضي احمد عباس. انا اللي بشكر حضرتك وكنت سعيد ان انا معاك النهارده. وقتنا يا ابو حميد والمحلل الرياضي كريم محمد. ايوه كريم محمد حبيبي اشكرك، نورتنا شويه. طيب كده وقتنا انتهى، وقت حلقتنا انتهى، ان شاء الله انتظرونا بكره وبرنامجكم زملكاوي، تصبحوا الف خير.